السلام عليكم، مرحبا يا اخواني. اذا كنت حاب تتميز في بيتك في مظلة عصرية مثل اللي تشوفه عندي في البيت، بحط لكم رقم الشركة اللي تعاملت معاها انا لتفصيل المظلات. هذا يا اخوان الومنيوم اللي تشوفونه، وهذا اللي فوق حديد، والستايلات الجديدة بيكون فيها ان شاء الله سبورت في الوصل. بحط لكم رقمهم اللي حاب